نيو ريليسز واجمل الاصدارات اللي ممكن تشوفوها حاليا بالصالات اللبنانيه. ومثل كل اسبوع مشاهدينا نحن بنقترح عليكم ثلاث افلام وبنخبركم عنهم شوي اكثر من التريلر حتى تاكدوا انه هالافلام تستاهل بالقليل ساعتين من وقتكم. هلو مره جديده. تمام يس. شو رح تقترح اليوم؟ عندنا ثلاث افلام مختلفه لثلاث اذواق مختلفه 100%. كل ثلاثه موجودين بصاله السينما، فالفيلم يلي بيعجبكم فيكم تكونوا عم توجهوا اكيد على صاله السينما لتحضروه. ذا انفيزبل وومن هو اول فيلم عم نحكي عنه له. هالفيلم هو بيتمحور حول حياته لتشارلز ديكنز. نعم، الكاتب الكبير الكاتب المعروف بالناينتينث سنشري. والقصه بتكون عم تحكي شوي عن مش عن حياته كيف كان عم يكتب، انما اكثر عن حياته الشخصيه سوري العاطفيه كمان. نعم. بما انه هو كان مجوز، بس المراه اللي كان متزوج منها ما كثير كانت هيك من الناحيه الفكريه، ما كانت تحركه فكريا. اكزاكتلي. فبيلتقي بصبيه ممثله غير معروفه، ولكن ترنن اسمه الموفي. صح، بتلفت نظره لتشارلز ديكنز وبتنشا علاقه بيناتهم، علاقه عاصفه اذا بدك، وبيمرق الوقت بتستمر سنين وهم بتكتشف موقعها بحياته. مزبوط. وبالنهايه بتضطر تختار بين انه هل بدها تبقى سر بحياته او هل بتكمل حياتها مع شخص اخر، وبتعيش صراع كثير كبير لانه هون على قد ما هو حنون وبحبها وبفرجيها هالشيء، على قد ما هو قاسي معها. لان بنفس الوقت يعني بنلاحظ انه كل الناس بوقت هيك بيوصلوا لهيك مرحله من النجاح، وخاصه من ناحيه الابداع والناحيه مش حقول فنيه، بس انه وقت الناس بيكون عندهم كثير كرياتيفيتي في كثير ابداع، كمان بتحسيهم انه هيك اقرب كمان للجنون. صح. فبيكون عندهم هالتناقض نوعا ما، يعني بيحبوا كثير بس بنفس الوقت ممكن يعصب بسرعه، ممكن يكون كثير قاسي من ناحيه. فبعتقد هالمشاكل كلها رح تكونوا عم تعرفوا عليها بالموفي. يعني هي كانت فشه خرق له، وكمان الملجا له من هالحياه اللي كان عم بيعيشها. كل الفنانين والمبدعين بيعيشوا حياه كثير صاخبه وبحاجه لشيء هيك يختلوا لوحدهم فيه، وعاده بيختاروا شخص كثير بعيد عن الاجواء اللي هن عايشين فيها، وهو يختار هالممثله. هالفيلم بيجمع بين ممثلين كثير معروفين، رالف فاينز وفيليسيتي جونز. يب. صحة. هي ما بعرف على اتصالي، فعادة بعطس انا هلا السالة جديدة يعني. حلو التغيير. ف والقصة شوي تبع الموفي يعني بعتقد منا قصة على طول نحن رح نكون منا القصص التقليدية اللي بنحضرها. هي قصة حقيقية، بايوغرافي يعني، بايوغرافي دراما رومانسية كمان. وكل واحد بعتقد انه فيكون عم يرتبط شوي بالقصه اللي حيكون عم يحضرها، لان هالصراع يلي انه اوقات كثير بناخذ قرارات بحياتنا وبنصير ماشيين فيهم، وبتصير انه خلص هيدا القرار يلي انت اليوم اخذتيه بتصير متردده بين انه تتراجعي وتطلعي عنه، يعني حتى القرار تبعها يعني هي لألن انه لقيت الشخص يلي عايشه اجمل حياه، بس انه مش حفيه يكون عم يعترف فيها قدام الناس انه هي البنت يلي بيحبها، بس هي بينها وبين حالها انه مبسوطه كثير. ف القصة بعتقد مشوقة، لأن كمان مانا كثير كليشيه، مش على طول بنحضر هيك أفلام. نعم. يا أما بهالإطار، في كثير هيك أفلام، في كثير مسلسلات بهذا الإطار، بس هون عم نحكي عن تشارلز ديكنز، فمنه حيلا كاتب كمان. لتشوف إنه هالقصص بتصير مع كل الناس. مظبوط. بدنا نشوف التريلر حتى ناخذ فكرة عن هالفيلم وبنرجع لكم. Until there was a great retiring wave. He seemed to leap up into it with a mighty bound. And the ship was gone. Truly, Mr. Dickens, it is never so alive as when it is spoken by its author. Thank you. Mr. Dickens! Mr. Dickens! Hello, thank you. You are an admirer of my husband's work? At the moment, I'm lost in Copperfield. Nellie has read every chapter twice. I am glad. Every human creature is a profound secret to every other. Until that secret is given to another, and then perhaps two human creatures may know each other. Why are you up so early? I must go to London. Mr. Dickens, why didn't you tell us you were coming? A last-minute impulse. What will you do with your winnings, Nellie? I shall spend it all at once. My daughter's a fine young woman. I'm anxious for her future. If I may be of assistance in any way. Do you love him? He's married. That has not stopped him falling in love with you.
more gossip in the London Diary? You must deny it. You cannot keep her a secret. Yes, I can. He cannot marry me. No, he cannot. There is an insanity to his behavior. You have been in every line I have ever read. You are part of my existence. To the last hour of my life, you remain part of my character. قصة حب شغف وحماس بزعل لما بتنتزع الأمور بهيك طريقة قصة حب هالقد حلوة يعني بس ما لحسة هيك كان في جملة كتير مهضومة قطعت بداية تريلر يلي هي إنه أجمل قصة كتبها بحياته هي القصة اللي ما قدر يخبرها للعالم صح فيلي هون اللي عم تعرف عليها وين؟ عطول بتصير بس كمان مع هيك مبدعين بيضل فيها الناحية الشخصية الخاصة فيهم يلي كتير أوقات ما فيك تعرف عليها ويمكن بتكون هي من أجمل الأمور يلي هن عم بيختبروها بحياتهم اللي هي بتكون إذا بدك مصدر إلهام لكل الأعمال الإبداعية اللي بيقدموها هالأمور أو هالتجارب الشخصية اللي بيعيشوها يمكن ما حدا بيعرفها من الناس هالقصة ذكرتني بقصة كاتب شهير آخر فيكتور هوغو اللي كمان عاش تجربة مماثلة اللي كنت اكتشفتها هلأ بخبرك كيف كمان تنضحكك شوي أنه كمان ما كان سعيد بحياته الزوجية التقى بممثلة مسرح كمان غير معروفة ونشأت علاقة حب بينهم إنما هالعلاقة استمرت 50 سنة بينه وبينه فكمل لحياته معه وسألني كيف اكتشف ما ترجموه لموفي؟ لا كمان من الأمور قريباً. اللي بقيت سرية وهل التفاصيل كلها اكتشفتها أنا وعم بحضر بروجي من المفترض أنه ابني كان يخلصه طلع كده عم كل الصيفية ولا أنه؟ لا هلا طلع من نصيبي أنا بس منبسط لأنه عم بكتشف هيك معلومات بستفيد منها هالفيلم مش بس من تمثيل رالف فاينز إنما كمان من إخراجه اكتشفنا انه مخرج كمان بارع وكمان معلومه طريفه عن هالفيلم بيجمع الابطال هن رالف فاينز وفليسيتي جونز اللي بيلعبوا دور عشاء بهالفيلم انما عام 2010 لعبوا كمان شاركوا بفيلم سوا سيميتري جانكشن وهون دعوا لعبوا ادوار الاب وبنته فكان الامر كثير غريب عليهم مكسيكي شوي السيناريو كان الامر شوي غريب عليهم خلينا ننتقل للفيلم الثاني ثاني موفي اخف يعني هون اذا بدكم عم نقلب حتى بالنوعيه يعني اول فيلم فينا نقول انه فيلم دراما بامتياز رح تظهروا راسكم هيك ورح تاثروا فيه حسب كمان الثاني موفي هو بسيط كثير هيدا النوع الافلام يلي انه فيكم تكونوا عم تدخلوا تحضرون اسمه About Last Night تدخلوا على صالة السينما وبتظهروا عادي بتضحكوا شوي بتتسلوا بوب كورن موفي اما كمان هيك شوي تشيك فليك موفي تشيك فليك ما بحب هلا طيب بوب كورن خلينا بوب كورن موفي شوي قريب اذا بتذكروا هيك كيف يعني نوع الافلام تبع وايت تشيكس بدي ارجع اقطع جمله فيها تشيكس وكذا ف هالافلام يلي هن بيكونوا بيست على كوميدي هالنقطة الأساسية فيهم الكاس اللي عم تشوفون أكيد في كتير منه لهالمسين تعرفون إن كان من مش بالاسم ما بالشكل كيفن هارت اكزاكتلي جوي براينت وريجينا هول القصة هي كتير بسيطة هي بتحكي عن هالشخصين اللي حيتعرفوا على بعضهم بيكونوا سهرانين وكيف بتنتقل هالعلاقة بتنشأ علاقة بالنايت بين لحظة والتانية بتصير الأمور تمشي بسرعة كتير عالية وبعدين بيصيروا انه لا بدهم يشوفوا هن وين صاروا يعني الواقع بيرجعوا للواقع لانه الحياه كلها مش حياه الليل 100% فكيف بدهم يكونوا انه عم يتعاطوا مع هالفكره قد ما بعض منا بيتمنوا هيدا اذا مش الواقع كوميديا رومانسيه خلينا نشوف حياه شوي اصعب يعني ليلة ونهار بالنهار بالليل خلينا نشوف التريلر وبنرجع I meet this girl. She gets drunk, I get drunk, we go back to my place. So this Bernie's got a pair. It's ladies' night. I'm down. I'm talking dirty. I am impressing myself. I made her feel like good and evil hung in a balance. Okay, shh. You need to go meet a nice-looking female, take her back to your place, turn her out. You know what your problem is? You're too damn good-looking. What? Best thing that can happen to your face is an industrial accident. This is my roommate, Debbie Sullivan. This is Danny Martin. Nice to meet you. Nice to meet you. If you love me, then say I can't believe I slept with him on the first date. Tell me everything. His eyes, his body, his mouth. He did it.
Stop what? I'm shaking your hand. Why? Debbie, man. How do you know this? The roommate, your girl or my girl? She's not my girl. Did you text her, Danny? I don't have her number. You're gonna get it? After all that stuff you did last night, she's gonna find you. I'm gonna be a good friend and pretend like you didn't just say that. I'm gonna be a good friend and act like I didn't see you check Facebook for a friend request. What are you, a 13-year-old girl? All right, get on top. I'm not getting on top. You gotta get on top. I got on top the last time. Rock, paper, scissors. Loser, get on top. Okay, all right. All right. Okay. One, three. That's a tie, so we gotta go from the side. God, I love you. I love you too. No, no, no. Who said I love you first? She did. Women approach that phrase with a tactical strategy normally reserved for an anti-terrorist strike team. This was no accident. That was an ambush. This was definitely a disaster. Is it that bad to be the first one to say it? Yes, it is. Whoever says I love you first cares more. Let's just disappear. Join witness protection because you're screwed. He broke up with me. She broke up with me. Who are you waving those singles at? Joe! There ain't no magic in that mini, Mike. Baby, there you go again, there you go again. Man, I'm seeing a difference in you. I feel like it's because of her. I'm kind of jealous. I'm really happy for you. Really? Hell no. This is stupid. Really? And I know I said it a million times. Come on, I'll get it. You got it, baby? Start. Girl, you look good. Ooh. Looks really good. Hey, girl. Listen to me. The food is vile. Do not swallow the food. You went to shit. I'm looking spitting. ما في خبركم مشاهدينا قد ايه ليه متاخد بهالفيلم كانه عيد عنده. لا هو لهيك شو يعني انا من محبي لكيفن هارت الممثل الكوميدي يلي ما فيكم ما تضحكوا يعني اول ثلاث اربع جمعه اللي بيقولوا حدا اذا بس عم يسلم عليكم بتبلشوا تضحكوا يعني من الممثلين اللي مجرد ما تطلع فيهم هيك ما فيك الا ما بتبتسم. معلومه هيك مهضومه عن هالفيلم كمان مايكل ايلي اللي لعب دور البطل بهالفيلم لما صور الفيلم كان عمره 40 سنه ولكن الشخصيه اللي عم بيلعبها مفروض يكون عمره باخر العشرينات فلذلك لهالدور اضطر يجبر حاله يخسر 20 باوند يعني شيء 9 كيلو 8 كيلو حتى يبين اصغر بهالدور. شوف والجيم وقصص لا ايوه هلا في معلومه عن الجيم بثالث فيلم بدنا بثالث موفي هيدا بس هيك نقطه صغيره كمان اذا عم جربوا تذكروا وين بتعرفوه كمان لكيفن هارت سكيري موفي لتيت كلنا حاضرينه سو كان له ادوار كثير اغلبيتنا حاضرين نكون عم نحمي اغلبيه حاضرين هذا الموفي فهذا واحد من هالافلام يلي هيك كثير بسيط يعني وممكن هيك انه اذا حابين تحضروا فيلم من دون ما كثير يورجع لكم راسكم وتضحكوا بوجود هيك كاست بعتقد هذا الفيلم مثالي. وإذا حابين توجعوا قلبكم شوي مشاهدينا وترجعوا لأيام زمان كمان بنقترح عليكم الفيلم الثالث لليوم بعنوان بومباي. بومباي أكيد المدينة الشهيرة اللي تحتوي ماونت فيسوفيوس. يب البركان بالعربي اكزاكتلي هو البركان ويلي كمان البركان له دور كثير مهم بهالموفي اللي كان محور العديد من الافلام عبر التاريخ. هذا اخر الاخير ضمن السلسله برجعنا كمان لايام بومباي 79 اي دي 100% نتعرف على جلادياتور جديد كمان ضمن سلسله الجلادياتور اللي عرفنا عنه شوي اليوم يعني غير سبارتاكس وكل هالجلادياتور زون عم نحكي بغير اطار هالجلادياتور يلي هو بيكون محبوس وبيكون بده يعمل المستحيل ليظهر ويخلص الامراه يلي هو بيحبها وخاصه من بعد ما ينفجر هالبركان يلي بيصير عم بيهدد حياه هالناس الموجودين بهالمنطقه هو بيتحول من سليف لجلادياتور وعلى بايامها هيدي كانت الطريقه الوسيله الوحيده يعني. حتى يطلع من السجن بده يربح على طول بده يربح على ارض المعركه اكيد وللاسف بمعظم الاوقات هالتجربه كانت تؤدي بوفاه الشخص فاكيد ما كان يوصل للحريه الا اذا كان بطل من الابطال اللي اكيد وعملوا له فيلم بالوقت اللاحق يعني فهون هو بسباق مع الوقت حتى ينقذ حبيبه قلبه لانه والدها قدمها للزواج لرجل غني فعنده عدة اشياء بده يتسابق معه وبنفس الوقت وبالاطار العام كان انه اجى على باله ماونت فيسوفيوس انه ينفجر بهالفترة يعني بفور فالكل بخطر الوقت ما كان لصالحه يعني لنلخصكم الموفي وقت مش لصالحه لهذا بنشوف التريلر يا Pompeii! Let the games begin!
place of corruption. Kill them. Temptation. That slave looks at you as if he's in a dream, Cassia. And a battle. What is your name? My name is Milo. For survival. Tomorrow we fight. Slaves that live earn their freedom. From all corners of the Roman world, people would gather here. What is this? It is the mountain. But for all our strength. Can you feel that? We lived in the shadow of a greater power. هذه كانت مشاهد مشاهدينا من بومبي، فيلم اكشن ادفنتشر كله حماس وحركه وحبس الانفاس مثل ما بحبهم الي وتقريبا كل الشباب اللي عندنا بالاستوديو. لا ليك بس انا من الناس انا بنقول اعملوا موفي نايت وبوب كورن نايت وتوجهوا كلكم واحضروا هالفيلم. ايه فكره مش عاتله، بوب كورن على كراميل، اتس جود ايديا. بس معلومه قبل ما نختم، كيت هارينغتون اللي بيلعب دور الجلادياتور مايلو بهالفيلم كان عنده شيء اسمه بادي ديسمورفيا قبل التصوير، يعني كان عنده انكزايتي او قلق حول جسمه، فاضطر يروح على الجيم 3 مرات بالنهار على مدى 6 ايام بالاسبوع تحضيرا لهالفيلم. شوفوا قد ايه بيعانوا. عم بيقبض حقهم، كان مش مشكل. ثانك يو لك الي، بيتجدد لقائنا معك ايمتى؟ بكره الجمعه. الجمعه يس. ونحن بنشوفكم مشاهدينا بعد هالبريك القصير.